تعود مرة أخرى إلى ركنية إماراتية ملعوبة في منطقة الجزاء الراسية. جول جول محمد أحمد يضع الكرة الراسية في شباك قاسم. يبدو بأن الهدف الحاسم، يبدو بأن نقاط المباراة الثلاث ذهبت لمصلحة الأبيض الإماراتي. راسية من ركنية وسط غياب للرقابة. شوف التمركز، أيكون بهذه الطريقة في منطقة الجزاء؟ أيكون التمركز بهذه الطريقة في منطقة الجزاء؟ راسية من محمد أحمد في شباك قاسم برهان، هدف ثالث لمصلحة المنتخب الإماراتي، هدف ثالث لمصلحة المنتخب الإماراتي.